هذا الوطن الغالي الذي ضحى عليه آباؤنا وأجدادنا في هذه المنطقة. السيد رئيس الحزب ضحى أكثر من 1400 شهيد وأكثر من 400 مجاهد من أجل أن تحيا الجزائر. اليوم ونحن نجتمع في هذه المدينة الطيبة عن حزب جبهة المستقبل اللي راهي من الأحزاب المؤيدة والداعمة للمترشح الحر سي عبد المجيد تبون، هذه واللي يدخل هذا اللقاء أو هذا التجمع في إطار تنشيط الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر. هذه الحملة اللي اختير لها شعار من أجل جزائر منتصرة. نحضر معكم اليوم ونحن في حملة انتخابية للانتخابات الرئاسية التي نعمل فيكم خيرا، نعمل في ولاية بريك المنتدبة مستوى المسار، سواء على مستوى المسار السياسي داخل حجرة المستقبل أو إبان هذه الحملة الانتخابية، فهذا عربون شرف وولاء، هذا عربون محبة لسكان ولساكنة هذه الولاية بشرف جهاد واستشهاد. وما هي الجزائر؟ الشرفاء والأبطال. الجزائر اليوم أقولها لكم، الجزائر مقبلة على تحديات أخرى